فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: صلينا الظهر هذا اليوم وسهى الإمام عن الجلوس التشهد الأول، وكان قد استتم قائما فلم يرجع، وجلس بعض الناس ينتظرون جلوسه حتى كبر الإمام راكعا، فقاموا وركعوا معه ولم يقرأوا الفاتحة، فما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة، لأنهم ما جلسوا متعمدين وإنما جلسوا جهلا، صلاتهم صحيحة إن شاء الله، وقراءة الإمام للفاتحة تكفي لهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.